اللي ختمت القرآن حفظته الحمد لله، ربنا كرمني وحفظته. أكرمنا وأتمت حفظ القرآن الكريم من 4 أيام أو 3 أيام، واللي كانت الحفلة اتعملت لها وعملت شوية ضجة وسعادة للناس الحمد لله. من 3 سنوات فما فوق إلا اللي نوصل للتلميذ حوالي سن 11 أو 12 يكون الحمد لله تم حفظ القرآن الكريم، سواء كان ولد أو بنت، وهذه الأمور ماشية على هذا الحال. ماما شجعتني وبابا طبعا وقفوا معايا، والشيخ اللي حفظني بشكره طبعا، بس بشكر الشيخ جلال الدين محمد بشكره طبعا. بص، هاجر نفسها هي عندها 12 سنة في أولى إعدادي، بدأت حفظ القرآن الكريم في السن اللي كلنا كأرياف من أهل القرية تحديدا بنروح فيه الكتاب، سن 5 سنين أو 6 سنين. راحت الكتاب على 6 سنين، على ما اتعلمت القراءة والكتابة كانت 7، وثم من سن 7 لسن 12 أتمت حفظ القرآن الحمد لله. طبعا كانت بتروح الكتاب وفي نفس الوقت بتروح المدرسة لما سنها وصل لسن المدرسة. إحساسك إيه لما أنت ركبت الحصان ولفيت البلد والأهالي كان بيزفوكي؟ كان إحساس جميل جدا طبعا، لأن أنا كنت بستني اللحظة دي من زمان، وكنت بحفظ القرآن علشان ربنا يوفقني أول حاجة طبعا، وعلشان أركب الحصان. نيجي لقصة الحفلة نفسها والحصان وكده. العادة دي كانت عادة موجودة وقديمة وموجودة عندنا من زمان، وأنا نفسي لما ختمت القرآن اتعمل لي كده على إيدين والدي الله يرحمه، فكانت موجودة لحد الثورة، لحد 2010. بعد الثورة العادة دي اتركنت شوية أو اتنست، لأن كان ظروف البلد ما تسمحش بحاجات زي كده. ثم المشايخ بتوع الكتاتيب ابتدوا يتخلوا عن هذه العادة شيئا فشيئا، يعني بيريحوا دماغهم، يعني خلاص اللي ختم بيدفع للشيخ مكافأة نهاية الخدمة وخلاص لا بيلف ولا حاجة. فأنا كنت وعدت هاجر، لأنه وهي صغيرة كانت بتشوف مواكب حفظ القرآن قبل 2010، فأنا وعدتها قلت لها لما إن شاء الله تختم القرآن هنعمل لك زي كده. وفعلا لما ختمت وفيت بوعدي معاها كمكافأة ليها من ناحية، وإحياء للتراث والعادة كانت عندنا من زمان من ناحية تاني، ومن ناحية ثالثة تحفيزا للطلبة الصغيرين اللي لسه بيحفظوا انهم يتمنوا يختموا قرآن عشان يمروا بالحفلة دي. يبقى يعني حاجة بتدل على الفرحة والبهجة والسرور والتشجيع لحفظ قرآن، لحفظ كتاب الله عز وجل.